يمكن ما فيش شك زي ما بقول لكم أصبح عندنا حالة من حالات الانتعاش في قطاع السياحة تحديدا، وده بفضل حزمة من القرارات والإجراءات اللي عكفت عليها الدولة خلال الفترة اللي فاتت، وقدرنا بيها ان احنا نغير شكل ونمط يعني جذب السياح إلى مصر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ علي غنيم، عضو المجلس المصري لاتحاد الغرف السياحية. صباح الخير يا أستاذ علي. صباح الخير يا أستاذ علي، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيكم أستاذ علي. بنتكلم على 1,300,000 سائح موجودين على أرض مصر، إزاي شايف هذا الرقم وانعكاسه بقى على انتعاش السياحة المصرية؟ حضرتك عارف إن مصر طبعاً تمتاز بمقومات سياحية عظيمة جداً. صحيح. تاني حاجة، المقومات السياحية المصرية هي فريدة من نوعها. نعم. بمعنى إن مفيش حد في حوالينا أو في العالم يقدر ينافسنا، لان احنا نمتلك شيء لم يمتلكه الاخرين، وخصوصا السياحه الثقافيه والشواطئ الممتازه بفنادقها وشوارعها وطرقها الجيده. نعم. فبالتالي احنا عندنا مقومات سياحيه فريده من نوعها، وربنا وهبنا طبعا جو عظيم جدا طول السنه، فبالتالي احنا عندنا مقومات تجذب جميع السياحه العالميه. والتاني وان كان الجو فيه كلام اليومين دول يعني يا استاذ علي، اتفضل. نعم. وان كان الجو اصبح فيه كلام اليومين دول بسبب التغيرات المناخيه ما مش هذا الجو طبعا لا يؤثر، لانه طبعا حاجه يعني وقتيه عارض. ولكن احنا نمتاز بان الجو في مصر على طول السنه جو ممتاز جدا، ويستطيع السائح انه يتمتع بالمقومات السياحيه في ظل هذا الجو الجميل الممتاز الطبيعي. احنا تاني حاجه بقول ان المقومات السياحيه الممتازه جعلت من مصر مقصد سياحي فريد في العالم، واولا الاخيره قامت الحكومه بتسهيلات قويه جدا جدا، يستطيع اي سائح او معظم السياح ان تاتي الى مصر دون احتياجها الى سبق فيزا، ولكن ممكن الحصول على فيزا عند وصولها الى المطارات، وده تسهيل قوي جدا جدا وتشجيع لعدد السياحه نستعد بالمعدل الطبيعي اللي احنا وصلنا ليه الحمد لله. فبالتالي كل المقومات زائد الخدمات زائد التسهيلات التي اعطت اخيرا من جانب الحكومه، ده ادى الى الطفره القويه اللي احنا شاهدنا في على ارض الكنانه. وبالتالي حاجه مهمه جدا، حضرتك عارف ان بعد ازمه الكورونا طبعا كانت هناك عوائق لوجود سايح على ارض الكنانه. بعد ازمه الكورونا وان شاء الله الحمد لله انها طبعا خلصت بسلام، بدات السياحه تبذل المقصد السياحي الممتاز. ليه بقى؟ لان احنا كدوله او موقع ممتاز جغرافي قريبين جدا من البلاد الاوروبيه التي تصدر اكثر من عدد سياح الى مصر، وبالتالي الاخره بتثبيت بالمقاصد الواعده زي جنوب امريكا اللاتينيه والفار ايست الشرق الاقصى. فبالتالي احنا زدنا من المصادر السياحيه التي تصدر السياحه الى مصر، ودي كل دي هذه العوامل ادت الى الرقم الموجود. ولكن طيب الرقم الموجود ده من المتوقع انه او في كده امل ان هو يوصل ل 15 مليون سائح خلال الفتره القادمه، هل الرقم ده احنا مسؤولين او كمسؤولين عن صناعه السياحه المصريه راضين عنه؟ هل بنطمح له ولا لا احنا باصين له كخطوه علشان نقدر نعلي عليه بعد كده؟ والله احنا طبعا احنا كخطوه دي خطوه ايجابيه ان احنا نصل لهذا الرقم 15 مليون، ان في الاونه الاخيره طبعا قبل وصلنا يعني في 10 مثلا كانت الذروه السياحيه وصلنا الى حوالي 13 مليون او 12 مليون سائح. النهارده بنوصل بعد الازمات كلها دي الحمد لله، وان احنا انتهينا من هذه الازمات طبعا نصل الى 15 مليون سائح. ده طبعا رقم عظيم جدا، والسنه الجايه هنقفز الى عدد اكبر الى 20 مليون. ولكن ليه تعليق هنا في هذا، احنا لابد ان نستغل هذه الطفره السياحيه، ان الطفره السياحيه هتساعد لان احنا نطلع من
ممكن ده اول مشكله اقتصاديه وهي توفير الدولار. وبالتالي انا بقول لوزاره السياحه هناك حرق، ما زالت حرق اسعار في المقصد السياحي، والاسعار التي معلنه للجميع في العالم بره، حضرتك عارف ان الاسعار دي معلنه على من خلال الشركات السياحيه اللي بيع المقصد السياحي، فبالتالي هذه الاسعار رخيصة ولا تلائم المقصد السياحي. احنا ممكن نبيع المقصد السياحي زي ما كنا بنبيعه زمان، نبتدي باسعار طبعا تلائم المقصد السياحي وتساعد في زياده الدخل القومي وتساعد كمان. استاذ علي، هو حضرتك بتقول احنا ممكن نبيعه زي ما كنا بنبيعه زمان، ايه العائق هنا وليه اتغير السعر من النهارده عن ايام زمان؟ هقول لك لحضرتك ليه، لان احنا اذا كنا بنبص للكم ليس الكيف، هذا خطر في التسويق السياحي، وهذا يرجع الى وزاره السياحه. وزاره السياحه لابد ان تاخذ موقف حازم لمن يبيع المقصد السياحي باقل من التكلفه، لان المقصد السياحي فريد من نوعه زي ما قلت لحضرتك، وبالتالي ممكن احنا نبيعه بالسعر الذي يلائم هذه المقومات. ثاني حاجه، احنا محتاجين الدولار، وبالتالي احنا ممكن نقذف قذفات اكثر من 15 مليون وبالتالي من 15 مليون باسعار تلائم. انا اديك مثلا سعر مثلا برنامج بالطياره بكل 7 ليالي مثلا بيتكلف $1000 مثلا، بيتباع حوالي $600، هل اين الفرق؟ فهنا لابد من موقفه حاسمه من وزاره السياحه على من يبيع المقصد السياحي بهذه الاسعار. صحيح، وهي الفكره بس مش من وزاره السياحه، لان احنا خلاص احنا تعودنا في مصر الجمهوريه الجديده بتتضافر كل الجهود، ما فيش حد بيعمل او بيشتغل بشكل منفرد، لابد من تضافر كل الجهود علشان الوصول للهدف الاسمى يمكن اللي قالت عليه منا 15 مليون سائح. بنشكر حضرتك الاستاذ علي غنيم عضو المجلس المصري لاتحاد الغرف السياحيه.